السلام عليكم. اليوم نتكلم عن المكسيك وأحداثها. اشتهرت المكسيك بهذا الكاب الملون، ولكن اليوم شهرتها التشابو. بسم الله نتكلم عنه بالتفصيل. أحاول أختصر قدر المستطاع مع أني عارف أني ما أقدر، لكن التشابو بدأ عمره 15 سنة من عائلة فقيرة زي أي تجار المخدرات الثانيين. كانوا يأخذون المخدرات اللي تيجي من غواتيمالا، السلفادور، كولومبيا، ويمرروا لها لأمريكا، لأنه أغلب إصابات المكسيك تعتمد على التوصيل والتمرير المخدرات لأمريكا. كان في ولاية اسمها سينالاوا، اللي هي أصبحت اسم الكارتل، إصابته باسم الولاية. التشابو كان يطلق عليه اسم، يعني خلنا نقول بالعربي حقنا حرك شقردي، يعني يسد اللزوم. فكان حرك وسريع جدا ويخلص أموره. فهنا بدأ يتعرف على عصاباته، من إصابة في إصابة في إصابة، إلين طاحت عين زعيم عصابات المكسيك في ذاك الوقت اسمه ميغيل. ميغيل كان ماسك غوادالاخارا. التشابو كان في هالمنطقة هذه اسمها سينالاوا، وهنا منطقة اسمها غوادالاخارا. زعيم عصابات المكسيك في ذلك الوقت، هذه المكسيك كلها زي ما تشوفون، زعيم عصابات المكسيك في ذاك الوقت كان في المنطقة هذه، اسمه ميغيل. وكانت المخدرات تجي من طريق كولومبيا على وقت سكوبار، من أيام سكوبار، وعن طريق نيكاراغوا وغواتيمالا، تجي عن طريق الساحل الغربي هذا. في المنطقة هذه تطلع المخدرات إلى كاليفورنيا من هنا. طيب تطلع عن طريق من؟ عن طريق ذيبان التشابو، من هنا هو يا ربعه وشلته. ميغيل هذا بعد أكثر من تعامل مع التشابو عرف أنه هذا الولد لندوم، قال أبغاك تشتغل معي. فصار كل المخدرات اللي تجي من كولومبيا ومن غواتيمالا، هذا ميغيل كان يتعامل شخصيا مع سكوبار، كان ياخذ من كولومبيا وغواتيمالا ونيكاراغوا، وكان عن طريقه هو يوصلها الى امريكا. فبعد محاولتين وثلاث شاف انه التشابو يعتمد عليه ومره ممتاز وكذا، فقرر ان يوظفه عنده. فاشتغل التشابو عند ميغيل. فثمانينات القرن الماضي، في الثمانينات كلها كامله، كان ميغيل هو اللي مسيطر على اغلب المكسيك، وكان التشابو يشتغل معه. ثم ترقى التشابو اللي صار السوبرفايزر عند ميغيل. في عام 85 ميلادي سوت الحكومة الأمريكية، إدارة مكافحة المخدرات، مع الشرطة المكسيكية حملة واسعة للإطاحة بهذا، ما قدروا. فقاموا وسووا حرق لجميع محاصيل اللي موجودة عندهم والمستودعات. Destroying the cartel's largest marijuana plantation. Over $2 billion of produce goes up in flames. الحكومة أحرقت هالمصانع والمزارع على هذه العصابة، خسرتهم تقريبا 2 مليار دولار، ولكن كان الانتقام قاسي للعصابة. شوف إيش صار. أحد الاستخبارات ورجال المخدرات الأمريكية هذا كان يعمل بالتخفي جاسوس في المكسيك، خطفت العصابة وقتلته وقطعته وصلخت صلخ. المسؤول هذا تحركات كثيرة من أمريكا ومن المكسيك للإطاحة بعصابة غوادالاخارا كارتيل على رأسهم ميغيل، وفعلا أطاحت بميغيل. كو في عام 1989 ميلادي وتم الحكم عليه 37 سنة، وإلى الآن هو موجود في السجن، وهذه صورته، وتفككت عصابته وصارت عصابات جديدة. اللي ماله كبير يشتري له كبير. سقطت عصابة غوادالاخارا اللي كان التشابو أحد السوبرفايزرين المشرفين فيها، ومصائب قوم عند قوم، فوائد سمها زي ما تسميها. الآن جت فرصة التشابو، فنهض التشابو بنفسه، وكثير من الناس كانوا يشتغلون مع غوادالاخارا يوم تفككت وطاح رئيسه ومسكت الحكومة، كل واحد راح وسوى له عصابة الحالة وترعسها. سيطر التشابو على المنطقة كلها وعلى الولايات الغربية، على الساحل الغربي إلى كاليفورنيا، سيطرة كاملة. وبدأ يبذخ وسيارات وطيارات والعوائل وأحياء الفقيرة، نفس ما كان يسوي بابا سكوبار من عام 89 إلى 93، 4 سنوات كان مديها. ما بين التشابو وبين أمريكا إلا مدينة اسمها تيخوانا. هو الآن مسيطر على الساحل الغربي كله، لكن تيخوانا اللي هي من سان دييغو تروح لها مشي،
كانت قريبة وملاصقة، وده يسيطر عليها، لأنه هو الآن زي ما تشوف الخريطة سيطر على الجهة كلها، بس باقي تيخوانا يبي يسيطر عليها لأن التوصيل سريع، مدينتين تيخوانا سان دييغو جدار. هو مسيطر على الساحل الشرقي هذا صح، الغربي هذا صح. طيب شوفوا تيخوانا ما بينها بين سان دييغو إلا جدار فاصل، هو يبي يسيطر عليها لكن ما قدر. تيخوانا مسيطر عليها البرادرز الإخوان هذول اللي هم ريانو فيليكس، ريانو فيليكس مسيطرين عليها، لكن التشابو له بيوت بسيطة فيها، بس التشابو يبي يسيطر عليها بالكامل. ليش؟ لأنه التشابو كان يسمى الرابيدو بالإسبانية، معناه السريع. ليش السريع؟ إنه بضاعة إذا وصلت من غواتيمالا ولا من كولومبيا ولا من أمريكا الوسطى وصلت في المكسيك، يوصل لها من المكسيك إلى أمريكا خلال 48 ساعة، فكان هو المتميز من كل العصابات، وكان يبيع سعر الشحنة دبل 12 مرة. شو السبب؟ السبب كان عنده بيوت بسيطة في تيخوانا وحافر أنفاق منها ويوصل بضاعة، بدل ما يوصلها من فوق الشبكة ويوصلها مع الشاحنات كان يوصلها من تحت الأرض. هنا قام يهدد خطر الأمن القوي الأمريكي. شوفوا الفيديو. El Chapo and his team moved them under it through a network of secret tunnels. في الفترة هذه كان هو الأفضل والأقوى وأكثر مبيعات، أسبوعيا يطلع من 10 إلى 15 مليون دولار أمريكي. هو ما عنده بيوت بسيطة في تيخوانا، كيف لو سيطر عليها كلها؟ فما لها اللي ينتقم من الاثنين هذول، وهم سامرين مرة في المدينة السياحية بويرتو بايرتا، أطلقوا عليهم النار ولكنهم سلموا بأجوبة. بعد محاولة اغتيال فاشلة عرف التشابو أنه عصابة برادرز في ديز برادر ما راح يسكتون عنه، يقتلون في أي لحظة. فعام 1992 هو التشابو طالع المطار غوادالاخارا ومعه حرس الخاصين حقه يحطونه في المطار. كانوا رجال في ليز براذر في المطار وتبادل اطلاق النار، والتشابو ينجو بعجوبه. بعد محاوله الاغتيال الفاشله من في ليز براذر طاح ضحايا، من الضحايا سياره الكاردينيل وخويه. الكاردينيل هو زي القسيسه وتحت القسيس زي كذا، رجال دين من الكنيسه كان رايح للمطار فذبحه رجل الدين هذا وسواقه. فصار في غضب جماعي في المكسيك كلها. ليش؟ لأنه محاولة التشابو القتل ذاك فشلت وسبب الضجة، ومحاولة هذا القتل التشابو سبب الضجة، فالآن أصبحت الحكومة مجبرة أنها تطرح. His vehicle was identical to Chapo's wife's car. استنفار عند الحكومة ومكافآت وإعلان عنهم في الصحف والرسومات، كل شيء أن يطرحون التشابو وفيليز برادر. هرب التشابو إلى غواتيمالا، تم اعتقال التشابو في غواتيمالا في جون عام 93 ميلادي، في نفس السنة اللي اعتقل اللي قتل فيها بابلو اسكوبار. El Chapo gets 20 years for drug trafficking. سكوه وسلموه المكسيك. المكسيك سجنته في سجن بوينتي غراندي وحكم عليه بالسجن 20 سنة لتهمة تجارة المخدرات. خلص السجن وعاش الحياة اللي تشوفون هذه، فلوس كتع على الموظفين وكتع على الناس يمين ويسار. وكان إسماعيل اللي تشوفونه في الصورة هو صديقه الخاص، وهو اللي قائم بأعمال عصابة سينولا كارتيل هي عصابة التشابو، كانت أمور ماشية زي اللوز. فعاش 8 سنوات في السجن من 92 ميلادي إلى 2001. عام 2001 تقريبا بعد 8 سنوات من السجن، تغيير في الدستور المكسيكي أنه يسلم بعض المجرمين وحق المخدرات يسلمون لأمريكا بعد ضغوطات من أمريكا. هنا خطط التشابو هو وعصابته بمبلغ مليون ونص دولار أمريكي لخطة أن يهرب من السجن، وهرب في عربية غسيل الملابس. الحكومة بتطرد وراه الآن، طيب الحل كيف؟ الحل قام شكل عصابات كثيرة وحلفاء له في جميع مدن المكسيك بحيث أنها تعطيه حصانة وقوة ما يقدرون يمسكونه. وفعلا التحالفات هذه جاءت ثمارها من 2001 إلى 2006 كانت قوتهم. عام 2006 جاك الرئيس كالديرون رئيس المكسيك وقسم على الدستور أن يحارب العصابات. القوة القوة لا بارك الله في الضعف، يقول رئيس المكسيك قال النار بالنار، نحارب العصابات ولا في رحمة لهم. ويتهور وتدخل المكسيك في حالة من الطوارئ، ومدينة خواريز اللي حدود أمريكا أصبحت مدينة معركة. خلال 3 سنوات سقط أكثر من 10,000 قتيل. Mobilizing 6,500 troops, the border city of Juarez.
With no escape in 100 years. Which got our attention because what he was doing. 3 years. As President Calderon loses the battle to end drug violence. انتهت الحرب في 2009 على العصابات كلهم مو بالتشابو، ولكن كان التشابو أقواهم، فبعدها زاد نفوذه وسيطر على خواريز وسيطر على المكسيك وأمريكا ودول العالم. فالآن من 2010 إلى 2012 صار في تحالف جديد بين الحكومة الأمريكية والمكسيك. become a hub for a number of the major cartels. It's our job to identify and هذا جاك ريلي هو مسؤول في دي اي اللي هي اداره مكافحه المخدرات الامريكيه في شيكاغو. اجتمعوا وسووا زي شفتوه الفيديو اجتماع انه الان كيف نحدد العصابات ونهاجمها من جديد. تعرفوا من هو هذا؟ هذا هو اللي كان مع العصابات اللي طرحوا التشابو قبل 25 سنه. شوفوا. I was contemplating retiring and that's when I really decided it's time for me to step down. طرحوا التشابو في غواتيمالا عام 93، كان هو من ضمن الفريق اللي كرموه. فيقول خلاص جاء الوقت اني بتقاعد بروح العب جولف، ما ادرى ان الشباب بيرتعب مره ثانيه. جهد مكثف بين الحكومه الامريكيه والمكسيكيه من 2012 الى 2014 ويحددون التشابو في احد بيوته في سينالوا ويمسكون الفجر بدون اي مقاومه. His arrest tonight being called the biggest setback to the drug trade in the المارينز طيران طيران عمودي وحرس إليهم وصلوه إلى مكسيكو سيتي، أقوى سجن في مكسيكو سيتي وسجنوا فيه. الآن في 2015 قريب الكلام هذا، إيش سووا؟ شروا بيت قريب من السجن، أقرب بيت من السجن شروه. البيت شروه طال عمرك الظاهر إنه قرض من البنك، وينسقون من حقين السجن ورشاوي يا حبيبي وخذوا كروكي، ويحددون رقم العنبر حق غرفته ويحفرون حفرة من البيت تقريبا كيلو ونص عن السجن. حفرة من البيت خندق كذا تحت إلين الله يكرمكم تحت دورة المياه حق الفرنجي، حطوا له دباب وكل شيء، ما تعينه ذيبانة جالس يطقون الفرنجي عليه يقولون اطلع. طبعا أمريكا والمكسيك كان حاطين عليه كاميرات مراقبة يشوفون 24 ساعة. And in the tunnel, it was extremely sophisticated. Again, this is a trademark of Chapo. The tunnel itself was ventilated with electricity. Puts on his shoes and walks into the shower. He never reappeared. الكاميرات حاطين عشان يراقبونه ما دروا انهم تجلطهم. وزير الداخلية المكسيكي انهبل، المحقق الامريكي انهبل، كلهم انصدموا. شوف شوف ردة فعل الامريكي. I remember getting the phone call at 2 in the morning. He what? How in God's name? ويهرب التشابو مرة ثانية إلى سينالوا. ديرته وأهله وربعه وعصاباته وجبال كلها ويختفي فيها. شوف الفيديو. Up into the mountains of his home state of Sinaloa. And hires dozens of security guards. وصل عند ربعه في القرية والجبال وقام يزرع أجراس، جرس هذا يحطه في كل المزارع، فكان كل ما جت قوات المارنيز كانت العجائز تدق لنا الأجراس كذا يدري ويغير مكان. في 2016 التشابو يقابل الممثل الأمريكي الشهير سين بن، يرتبون فيلم بيصلحون عن التشابو. شوفوا يجتمع التشابو مع سين بن والحكومة الأمريكية تهدد الممثل الأمريكي أنك قابلت شخص مطلوب وهذا اسمه عبث بالقانون الدولي. بدأت الحكومة الأمريكية تترصد وقوات المارنيز مرة ثانية تشكل قوات جديدة وبدأوا يبحثون عنه في الجبال في الشوارع في كل مكان، وحاطين أناتل استخبارية جديدة تتعلق بالأماكن اللي هو يروح لها دائم. فتم رصده في دورانغو مدينة صغيرة قريب سينالاوا. كانوا تقريبا 65 يوم هم يدورون حول المنطقة اللي فيها، فلاحظوا أحد السيارات تردد عليه دائم، راحت المحل مطعم طلبت منه تاكو كثير، كانوا حاطين رصدين انه يحب التاك ويحب، فراقبوا السيارة ودخلت لمجمع عليه بوابة أمنية فاقتحموه. التسجيل اللي بتشوفون هذا هو تسجيل فعلا للاقتحام من قوات المارنيز بكاميراتهم أطلقت الشرطة المكسيكية. The Marines move in on the house where they believe El Chapo is hiding.
control de la primera planta y posteriormente el de la segunda planta. بعد اشتباكات بينهم في البيت وشيل ابوك حط ابوك، قتلوا 4 من رجال تشابو، لكن تشابو هرب مع نفق. شوفوا. راح مع النفق، النفق كان كله مويه لانه كانت المنطقه ممطوره، فتاخر الطلوع شوي، فطلع مع حي ثاني. اليوم الثاني يوم طلع مع الحي مسكوه. It's that famous picture. Era algo difícil. سكوه 2016 ودوه نفس السجن اللي انحاش منه، لكن كانوا يحطونه من عنبر في عنبر خايفين يجي نفقم من تحت. المهم في 2017 سلموا لأمريكا. The extradition of Chapo Guzman to the United States from Mexico. Mr. Guzman will be arraigned later today. 19 يناير 2017 الساحة هذه كلها مليانة من سيارات البوليس والجمهور والسياسيين والصحفيين. التشابو يصل إلى المحكمة في نيويورك ويتم التوجيه له 17 تهمة. بعد 25 سنة من المطاردة تعاقب على أمريكا يمكن أكثر من 5 رؤساء والمحققين والناس والعالم، أخيرا أطاحوا بالتشابو هنا وحكم عليه مدى الحياة. الآن عصابة التشابو ما زالت تدير أعمالها ويرأسها من؟ إسماعيل زنباد اللي واضح عندكم في الصورة هذه، وليس عياله. عيال التشابو يعملون مع زنبادة في إدارة الكارتل. كم عيال التشابو؟ عياله 6 أشخاص، 3 خارج المشهد و3 جوا المشهد. خلونا نبدأ بالأول. هذا أوفيديو اللي تشوفونه صاحب المشكلة الأخيرة، وكان لحسابات في إنستغرام وتويتر ينزل فيها صور ونزل فيها مسدسات وسيارات وأموره. كان يقول أنا ما أطلع على السوشيال ميديا، أنا ما عندي إلا مسدس وسيارة. صاحب المشكلة الأخيرة الآن لما قبضت عليها الحكومة كلم ربعه وخياه فاقتحموا السجن وقتلوا العسكر وبدأوا يشبون في السيارات والباصات على مداخل المدينة عشان يعطلون الجيش. فعلا صار فوضى وقتل 14 شخص مدني قتل. استجابت الحكومة للفوضى وأطلقوه هو وأخوه، ترى مسكوا أخوه خيسوس، لكن خيسوس ما كان في الصورة، اللي كان في الصورة فيديو. أطلقوا عليه التشابو لأنه القصير وهي لهجة مكسيكية. أما عياله الآن يطلقون عليهم لوس تشابيتوس يعني القصيرين. أما الثاني صاحب الحظ السيء إدغار وصل بضاعة إلى شيكاغو ورجع، وكان عاصي أمر أبوه. أبوه يقول لا تطلع المنطقة خطرة. فلما رجع في طريقه كان معه سيارة حمراء وكان معه صديقه. لما دخلوا سينالاوا كان في عصابة اسمها البيرتن كانت تعمل مع التشابو وانشقت. قال التشابو جيبوا محيين وميتين. فقامت عصابة التشابو رصدت سيارة حمراء غريبة وأطلقوا عليها 500 رصاصة، قتلوا 2 سوا. طلع ولد التشابو وصديقه. فقام التشابو واتهم البيرتن إنهم قاتلين عياله وعفى عن موظفين إنها حصلت بالخبط. شوفوا الصورة. خيسوس يدير العصابة مع إسماعيل زنبادة وهو نفسه مسكوه مع فيديو، لكنهم أطلقوا صراحة الآن موجود هذه صورته. أما الفريديتو هذا اسمه إيفان الفريديتو، هذا سوشيال ميديا خالص، يكشخ على الناس 24 ساعة، ينزل صور في إنستغرام وتويتر ولا ينزل وجهه. وكان ماكل تسبود المكسيكان والناس اللي هنا وكانوا يترصدوا له، لكن ما هو مع العائله طالع كذا من شقانهم، لكن ينزل صور السيارات والمفاتيح يكشخ على العالم يكشخ. شوفوا صوره وشوفوا حسابات انستغرام، كل ما قفلوا حساب فتح حساب. وبكذا نسدل الستار على التشاب وعائلته والمشاكل اللي صارت في البلد. هو الحقيقة نعم مسكوا هو وأخوه، فصار في عنف وزي ما شفتم انتم في الأخبار، وأطلقوه الآن لتهدية الوضع. شكرا لكم، أتمنى أنكم استمتعتم معنا في هذا التقرير، ولا تنسوا أن انشروا في كل مكان، وأدري أني طولت عليكم ولكن هذه حقائق 30 سنة.